لو موند، المغرب ركيزة السياسة الفرنسية في المغرب العربي. يحظى محور الرباط باريس السياسي والاقتصادي بأهمية كبيرة في البلدين، وبعد تدشينه من لدن كل من الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون، أصبح القطار فائق السرعة الرابط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء، الأول من نوعه في إفريقيا، جاعلا الميناء الكبير لطنجة على بعد ساعتين وعشر دقائق من العاصمة الاقتصادية للمغرب. يظهر هذا التدشين الأهمية التي يوليها الرئيس إيمانويل ماكرون للعلاقات مع هذا البلد. صحيح أن موعد زيارة الدولة المرتقبة خلال هذه السنة لم يحدد بعد، لكن في المملكة الشريفة تحديدا خصص ماكرون في يونيو 2017 للمغرب واحد من أول أسفاره الخارجية بعد زيارة خاطفة لبرلين ولقاء مع القوات الفرنسية في مالي، وكلاهما موعدان إلزاميان. هذه الزيارة التي وصفت بالشخصية والعائلية وتجسدت في مأدبة حول مائدة إفطار رمضاني، شكلت إشارة قوية وأعطت معنى خاصا للتوازن في السياسة الفرنسية تجاه المغرب العربي، والتي تعتبر رهينة للتنافس القائم بين الإخوين العدوين المغرب والجزائر. يقول جوسي كارسون المرسيدي شمال إفريقيا والشرق الأوسط التابع لمؤسسة جان جوريز، وكان سلف الرئيس إيمانويل ماكرون، نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند قد خصص أولى زيارتهم للجزائر، فيما قام ماكرون بذلك خلال حملته الانتخابية، ما أدى إلى هذا الالتزام بزيارة الرباط أولا فور انتخابه بعد حصوله على ثقة الفرنسيين. جرى تحضير كل شيء لتجنب الأسئلة التي تزعج فيما يرسخ المغرب نفسه ركيزة أساسية للسياسة الفرنسية في المنطقة. استقراره المؤسسة حاسم مقابل الهشاشة المتزايدة في كل من الجزائر وتونس. أكد جيل كيبل صاحب كرسي الشرق الأوسط والمتوسط في المدرسة العادية العليا، دينامية البلاد تجعل المغرب محورا لسياسة اقتصادية عمودية تبدأ من هولندا وتصل إلى غاية خليج غينيا. يضيف هذا الباحث مثيرا الحضور القوي للمغرب في إفريقيا السوداء بعد إعادة اندماجه في الاتحاد الإفريقي سنة 2017. نحن محاصرون بين المحيط الأطلسي والجزائر الجار الصعب الذي تربطنا به علاقات لا تتطور أبدا. من الطبيعي أن نذهب للبحث عن علاقة جديدة في الجنوب، علاقة مصالح مشتركة. يذكر كريم العناوي مدير مركز التفكير المرموق وبوليس سانتر من أجل الجنوب الجديد. وتبدو الروابط الاقتصادية بديهة بين الرباط وباريس، ففرنسا هي المستثمر الأجنبي المباشر الأول في المغرب، والعلاقات السياسية أقوى من ذلك. كانت هذه العلاقات أصلا قوية في عهد الملك الراحل حسن الثاني، لكن ما بعد الحرج بسبب دكتاتورية وصول الملك الشاب محمد السادس إلى العرش باعتباره حاملا الأمل وملكا للفقراء. غير هذا الوضع وجعل الإمكان الانخراط التام في هذه العلاقات، يقول جوسي كارسون.